هو اسم يؤتى به، اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي يحصل بها الفعل. اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي حصل بها الفعل. إذن اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي يحصل بها الفعل. واسم الآلة نوعان، اسم الآلة نوعان، جامد ومشتق. إذن اسم الآلة نوعان، جامد ومشتق. ما المقصود بالجامد؟ الجامد هو غير مشتق من الفعل وغير قياسي. إذن الجامد هو غير مشتق من الفعل وغير قياسي وليس له أوزان محددة، مثل الجامد سيف، رمح، فأس، قدوم، فرجال، قوس، وإلى آخره من الأسماء الجامدة. إذن الجامد، اسم الآلة الجامد، هو غير مشتق من الفعل وغير قياسي وليس له أوزان محددة، وكما مثلنا سيف، رمح، فأس، قدوم، قوس، فرجال، قوس وقلم، وإلى آخر أسماء الآلة الجامدة. أما المشتق، المشتق هو الذي يشتق من الفعل. إذا المشتق هو الاسم الذي يشتق من فعل ثلاثي متعد متصرف. إذن المشتق، اسم الآلة المشتق، هو الذي يشتق من الفعل، مثل منشار مشتق من نشر، نشر ينشر، مكنسة مشتق من كنس يكنس، مبرد مشتق من برد، سيارة مشتق من سار. إذن المشتق هو الاسم الذي يشتق من فعل ثلاثي متعدد متصرف، مثل منشار من نشر ينشر، مكنسة من كنس يكنس، مبرد من برد يبرد، سيارة من سار، محراث من حرث يحرث. وللمشتق أوزان محددة، للمشتق أوزان محددة، أشهرها، أشهر أوزان المشتق، أولا مفعل، مفعل، اثنين مفعال، ثلاثة مفعلة، أربعة فعالة، أربعة فعالة.
إذن أشهر أوزان المشتق مفعل ومفعال ومفعل وفعال. فلنعطي أمثلة على كل منهم. فعلى وزن مفعل مثلا مبرد، ندخله في جملة، أقول برد الحداد الحديد بالمبرد. اسم الآلة مبرد على وزن مفعل. جملة ثانية، أجعل من المبرد موقع آخر من الإعراب، مثلا أقول مبرد أقول مبرد الحداد مكسور. مبرد الحداد مكسور. مبرد الحداد مكسور. فهنا المبرد وقع مبتدا. أو مثال آخر على مفعل، أقول يستعمل الطبيب المشرطة في الجراحة. اسم الآلة المشتق هو المشرط على وزن مفعل. أمثلة، نأخذ أمثلة على مفعال. مفعال مثل منشار ومحراث وغيرها من الأمثلة. فنقول مثلا نشر النجار الخشب بالمنشار. منشار هي اسم آلة مشتق على وزن مفعال. جملة أخرى وغير موقع من الإعراب، فأقول مثلا منشار النجار جديد. فمنشار الآن وقع مبتدا. أو أستطيع غير موقع مرة أخرى من الإعراب، فأقول مثلا اشتريت منشارا جديدا. فهنا منشار وقع مفعول به وهو على وزن مفعال. نأخذ أمثلة على الوزن الثالث وهو مفعل، مثل مكنسة، مجرفة، مطرقة. بالمكنسة دي. اسم الآلة المشتق المكنسة. مكنسة. وأستطيع أغير موقعها أيضا من الإعراب، فأقول مثلا مكنسة البيت جديدة. أو أستطيع أغير أيضا موقع عن الإعراب وأعطي مثال آخر، مثلا أستعمل مطرقة، أقول يستعمل الحداد المطرقة في عمله.
إذا اسم الآلة المشتاق هو المطرقة، والجملة التي قبلها مكنسة. نعطي أمثلة أخرى على الوزن الرابع فعالة، وهذه تشمل المخترعات الجديدة غسالة، دبابة، طيارة وغيرها. فنقول مثلا غسلت الثياب بالغسالة. الاسم المشتاق الآلة، اسم الآلة المشتاق هي الغسالة على وزن فعالة. أو أستطيع أن أقول اشتريت سيارة جديدة. فاسم الآلة المشتاق سيارة، إذن اسم الآلة المشتاق هو يشتق من فعل ثلاثي متعد متصرف وله أوزان محددة أشهرها مفعل ومفعال ومفعلة وفعالة. واسم الآلة ليس كما أخذنا في الموضوع السابق أو في درسنا السابق في اسم التفضيل، اسم التفضيل ليس له إعراب محدد إنما حسب موقعه من الجملة. أيضا اسم الآلة يعرب حسب الموقع. فمثلا إذا أردنا أن نعرف برد الحداد الحديد بالمبردي، بالمبردي الباء حرف جر، المبردي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. حينما تغير موقعه من الإعراب فقلنا مبرد الحداد مكسور، فمبرد وقع بداية الجملة إذن يعرب مبتدا، فمبرد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة ومضاف الحداد مضاف إليه، ومكسور خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. وفي الجملة التي تليها يستعمل الطبيب المشرط في الجراحة، يستعمل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والطبيب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والمشرط مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. إذا وقع اسم الآلة هنا مفعول به حسب موقعها من الجملة. ولو أعربنا في مفعال أيضا اللي على وزن مفعال أيضا نفس الإعراب حسب تغير الموقع، فنقول نشر النجار الخشبة بالمنشاري، نشر فعل ماض مبني على الفتح، والنجار فاعل مرفوع على رفع الضمة، والخشبة مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، بالمنشاري الباء حرف جر، والمنشاري اسم مجرور على جره الكسرة. وحينما يقع من المنشار في بداية الجملة وقع مبتدا فنقول منشار مبتدا مرفوع على رفع الضمة. وفي الجملة التي تليها اشتريت منشارا جديدا، وقع منشارا مفعول به، فاشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ومنشارا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. وكذلك في مفعل وفي فعال. إذن اسم الآلة هو اسم يؤتى به، اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي يحصل بها، اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي يحصل بها الفعل. واسم الآلة نوعان، جامد ومشتق. فالجامد هو غير مشتق من الفعل وغير قياسي وليس له أوزان محددة مثل سيف ورمح وفأس وقدوم وفرجال وقوس. أما المشتق هو مشتق من الفعل، من فعل ثلاثي متعد متصرف وله أوزان محددة أشهرها مفعل مثل مبرد ومشرد، ومفعال مثل منشار ومحراث، ومفعلة مثل مكنسة ومطرقة، وفعالة مثل سيارة ودبابة وطيارة إلى آخر الأسماء المشتقة. إذن اسم الآلة هو اسم يؤتى به للدلالة على الأداة التي يحصل بها الفعل. و
وهو نوعان جامد ومشتق. قلنا الجامد هو غير مشتق من الفعل وغير قياسي وليس له أوزان محددة. أما المشتق هو الاسم الذي يشتق من فعل ثلاثي متعد متصرف، مثل منشار مشتق من نشر ينشر، مكنسة مشتق من كنس يكنس، مبرد مشتق من برد يبرد، سيارة من سارة يسير. وللمشتق أوزان محددة، أشهرها قلنا مفعل ومفعال ومفعل وفعال. واسم الآلة ليس له إعراب محدد، إنما يعرب حسب موقع من الجملة. إلى هنا أعزائنا الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرس المادة شاكر محمود الطيف.